سوق الجملة بسمار في رحلة للبحث عن المياه المعدنية، لكن الندرة لا تزال قائمة مع ثبات الأسعار بسوق الجملة. الغروسيسام يجيبوه والبري يتباع كيف كيف، كاين في الديتاي ومن اللي عم يزيدوا يبروفيتيو فيه ثاني كيعود الندرة هكذا. ماشي يجيبوه من هنايا باسكو يجيب من ذاك وام بزاف ويتروح من الكاميون كاميون ما يدخلوش فيها كاع، ولا يدير حتى الفرد حتى 20 ميل. احنا نبيعوه نورمال، سي نورمال. غدو يدخل سيمي يبيعوه ديريكت من الكاميون. والله ناقص المشاري ديالو باش يزيدوا له بالعاني باش الوزين يزيد له. بيعوا عادي نورمال خويا، احنا ما نبيعوش الماء خويا. يبيع 12000 فرد. 12000 وفي الحانوت تلقاوها 12000 15000. كاين يعاود يدورو يشرب هنا يعاود يبيع الحانوت عاود يبيع حلو ب 15000 الحانوت يبيع 12000. صباح شريت 40 فرد ب 12000 عاود تقبل ما يحبطوا عاود بعتو ب 15000. نكذب عليك؟ علاش بعتو ب 15000؟ واحد قال لي بيعوا لي ب 15000 بعتو له. انا ندور انا ندور باش ما نشرون ما فيك وتعرف. في متابعتنا للموضوع اقتربنا من باعة التجزئة ووجدنا الأسعار عكس أسواق الجملة. تروح القبة تروح لامونطون وين تحب تروح يعطوك 40 50 فردو شاك جور، دوك 40 50 فردو تجيب الكريفيس معنا. ليه ما تمد هذا ما هذا؟ وشري الماشين وار غالي شي غالي خونا. الحانوت تحكوا قريب 15000 16000 فردو كرو. قريب 15000 في الكرو هي. وانا هنا كنا نشوف في 11600 11600 11500. وين تحب في لامونطون ولا وين تحب تدور ولا في الصمار كي شي 15000 شحال تحت بيعوا؟ وانا حبيبي ولد نحشم منهم نبيع لهم قلعه ما نحشم خويا نبرد انا هكا نموت لي دور نبيع له 3000 القلعه تخرج 18000. وين تجيني انا خويا واش يجيني؟ ورقه تاع تريسيتي هذه خرج 8600 وزياده. كاين الماء ولا باكال؟ في ظل ارتفاع اسعار المياه المعدنيه وندرتها يفتح المجال للمضاربه والمواطن وحده من يدفع الثمن.